السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، بدنا نعمل تخطي لحساب اي كلاود لجهاز ايفون 7 باستخدام اداة انلوك تولز بشرح مفصل. ياريت بالبداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. راح نبلش مجموعة انلوك تولز لجميع الاجهزة ان شاء الله، عشان يكون عندكم تشكيلة كاملة لكل الأدوات وطرق الاستخدام. زي ما شايفين الجهاز بسكر اي كلاود على إصدار 15.8. مباشرة راح نشغل أداة Unlock Tools. نفتح الأداة. شرحنا في الفيديوهات السابقة طريقة تشغيل الأداة وشرحنا عنها شرح سريع. انتظر لغاية ما تفتح الأداة. اشتغلت معنا الأداة بالصورة هاي. مباشرة راح ندخل على أبل، اضغط هنا I understand. طبعا الجهاز عندي بوضع التشغيل شغال. بنزل مباشرة، بتوجه للأسفل، بروح على Get Activation، بعدها بضغط على No Change Serial وخليه يعمل قراءة. ننتظر للعملية تكتمل. زي ما شايفين اكتملت العملية. مباشرة الآن بدخله في وضع الديفيو مود. برجع للأعلى، بضغط على ديفيو مود. قبل ما أضغط Unlock Tools راح أول شيء أدخل على وضع الديفيو مود. كيف الطريقة؟ أول شيء لازم أدخله على وضع الريكفري. بضغط على الباور، بطفي الجهاز وبضغط خفض الصوت وهو عمال يطفي. بنتظر. اعطى علامة قبل، بيرجع بيطفي، بيرجع بيشتغل، بدخل في وضع الريكفري. هيك دخل في وضع الريكفري. الان بدي ادخله في وضع الديفيو مود. بضغط خفض الصوت مع الباور. مجرد ما تطفي الشاشة بعد 1 2 3، برفع ايدي على الباور، بضل ضاغط زر خفض الصوت، ما بتركه. الان بعد ما شبك برفع ايدي عن الجهاز. هيك الجهاز صار في وضع الديفيو مود بشكل كامل. الان بضغط Unlock Tools، بنتظر يحول الجهاز على وضع الباور الديفيو مود. إذا ما ضغطت لايك، ياريت إنك تضغط لايك تدعمنا لينتشر الفيديو. خلصت العملية. الآن الخطوة التالية وهي إني بدي أعمل له بوت رام ديسك. مباشرة بدخل من الخيارات هون وبختار رام ديسك All New. شرحتها بالفيديو السابق من وين تحملها، من داونلود وين تحط الملف. شرحتها في الفيديو اللي اشتغلت فيه الـ 7 بلس مع شبكة. بختار نوع الجهاز 7 بلس، بختار الإصدار اللي هو إصدار 15 وبعمل بوت رام ديسك. راح أورجيكم كمان في آخر الفيديو برضو شرح سريع لطريقة تنزيل ملف وين تخلي الملف. نهاية الفيديو. الآن الجهاز بيدخل في وضع الرام ديسك.
لو انتبهت على شاشة الموبايل من الجنب بتلاقي انه في إنارة بتطفي وتضوي، يبلش بعملية الرام ديسك. هيك انتهت عملية الرام ديسك بنجاح. الآن الخطوة التالية اني بنزل للأسفل وبضغط على هلو باي باس، بضغط على نو تشينج سيريال، بضغط عليه. هيك بيعمل، ببلش بعملية التخطي، سحب الملف وبلش يعطيه للجهاز مباشرة. ننتظر لتتم العملية. تمت العملية، ننتظر للجهاز لا يفتح. زي ما شايفين الجهاز فتح بشكل كامل. فتح الجهاز بشكل كامل. ما في كبسة روم، طلعنا كبسة روم. هيك الجهاز فتح بشكل كامل، العملية تمت بنجاح. هلا بالنسبة للناس اللي ما شافت المقطع بالفيديو السابق، انه كيف تنزل الخيارات الرام ديسك، تكون الخيار موجود عندك في هاي الصفحة. نتوجه لداونلود، نفوت على صفحة الداونلود الخاصة ب Unlock Tools، وبننزل لعند خيار ايفون روم ديسك. الخيار الموجود في عندك طبعا اكثر من فايل، في عندك رام ديسك، جيستار، في هاي الاجهزة زي ما انتم شايفين نيو رام ديسك، هاي بتدعم كل الاجهزة. بحملها داونلود وبعدها بفك الضغط بتاع الملف، بتوجه لملف الأداء الموجود بالشكل اللي أنا بدخل هيك. زي ما شايفين هذا هو الملف، بنزل الملف بعمله كوبي وبلصقه بالمنطقة هاي، فهاي المنطقة بكون فيها كل الإصدارات وكل، يعني أنا بس بخلي الملف بعد ملف قبل، بحط الملف بالشكل هذا وهو راح يفتح معي مباشرة في الأداء. ممكن احتاج اي شيء للايبود للكذا من اي اصدارات موجودة هون، اي شيء بتحتاجه بتقدر انه انت تنزله يصير موجود في القائمة الموجودة هون. هذا كان الشرح للفيديو، ان شاء الله يكون عجبك الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.